الحلقه الاخير من جي دي تي. ذكركم اللي الجمعه الجايه الوقيت هذا نبداو نسخروا في دينا باش نعطيو مبلغ 20 مليون كاش. 85 811 يا خويا اربح 20 مليون الجمعه الجايه. تنجم توا تكون سعيد الحظ اللي باش تدخل في القرعه الاسبوع القادم كي تبعث توا حرف تي بالاس ام اس على 85 811. الجزء الثالث ضيفنا جاتي. مرحبا مرحبا بوغاتي. هذا بوغاتي نتاع الموسيقى نتاع الراب طالع على الاخر خويا يعطيك الصحة. مرحبا. معناتها ان جون ناجح ممتاز موسيقته تبارك الله ريت برشا حافظين الكوبليك.
إذا منزل بورقيبة زاد معناتها منزل بورقيبة تبارك الله معناتها ربي يرحمك. البينير البينير نتاع ربي يرحمك. تحية لفيريفيل. فيريفيل ياس. اسمع شو أنا اخترت له اسم عرفت كان موفقيني ولا سول كينج نتاع تونس. براس نفس الوقت. أزين منه. أزين منه. أزين منه. أي أزين منه. حتى بالكلام خير منه. وي سول كينج اللي غنى قداش عمرك قاتي سول كينج عمره 20 جنيه قداش عمرك 22 لؤي عمره 22 اسمه لؤي ديجا عمره 22 سنه اصغر مني معاه اصغر منك بعام خساره ديما كل واحد جيت تحط تحسر هذا والله حسيتني بشبور لهنا وهي ليه ما تمسكش ما تكلمنيش دونك باش نحكيو معاك من بعد تحكي لنا على شانيل يوتيوب نتاعك على المستقبل كيفاش تراه بالنسبه لك انت وين تبلاسي روحك اليوم في السن تاع الراب في تونس اما قبل الساعه جاوك في الانجليزي صاحبي باهي ولا اه مش برشا سبكش وحدك كلنا جاونا مش باهي لا لا شوفوا تونس يا بارامينا يا بارامينا قاريه في الانجليزي باش شو اسمها جلبانه بالانجليزي جلبانه ولا لا كل شيء كان جلبانه كان جلبانه خلينا نشوفوا جو تونس نشوفوا جو تونس في الانجليزي مع طيب الجمعه اللي فاتت جادوا للضرب كسر الدنيا خلينا نشوفوا الانجليزي شنو جو نشوفوا الفيتير تونس اللغة الإنجليزية هي لغة العصر وأكثر لغة منتشرة في العالم ونقراوها ملي إحنا صغار واليوم حابين نكتشفوا زعما التوانسة باهين في اللونجلي ولا هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا شمعنى دانكي؟ دانكي دانكي دندون لا هذا يحكي كما هكا والمانكي مانكي دجاجة فاش نقولوا السلام عليكم باللونجلي؟ يا هلي شو اسمها؟ هلي هاي هاني هذيك هلو قول لك انا هاو اولد ار يو هاو اولد ار يو ولا ما ايم ثانك يو حاجك من هكا الليل شنو باللونجلي ليل ان سي تولي تونس باللونجلي؟ شتولي تونس باللونجلي؟ تونس شتولي؟ عاودها؟ عطيلك شو اسمها؟ تونيجيا تونيجيا ما جاوبني كي نقول لك هاو اولد ار يو؟ نايس تو ميت يو تور كيفاش؟ كي نقول لك انا هاو ار يو؟ شنو تقول لي؟ ماي نيم از هذيك ماي هاو ار يو؟ ماي نيم از اكرم هذيك حاب تشكرني انا باللونجلي شنو تقول لي؟ يو ار بيوتيفول وين شنو نقول لك؟ ندير عليك انت قول لي بالاورديناتور وكلافي وتراديكسيون النجم مثال نحكي بالكدا نفسر جود مورنينغ وديجا دابس انا من بريطانيا ماني لندن العاصمه الاقتصاديه وانجلترا انا كي نقول لك واتس يور نيم شنو تجاوبني؟ واتس يور نيم الايش معناها تقصد 27 سنه 28 سنه سامحني خاطر من عام 1994 لك هاو ار يو ام فاين ثانكس فيري ماتش لك هاو اولد ار يو معني نفس السؤال اللي كنتي نورمالمون هكاك ولا ما تنجمش تحسب لي انت من واحد ل 15 يس باهي 1 2 3 4 5 6 7 8 صديقي انجليزيه احنا هذاك فرونسي 1 2 3 4 5 6 7 8 6 قصه صاحبي 7 7 18 19 هذيك هي اش معناها ريد؟ ريد كيما مثل البابا كيكا اللون الاحمر الاحمر جولد شي؟ جولد امك اش معناها؟ امك بالانجلي ماذر بوك براذر واختي سيستر بوك اش معناها؟ براذر كي نقول لك انا ثانك يو شنو تقول لي؟ ميرسي هاي فايكو كمان كلام زايد ثانك يو اش معناها؟ كلام زايد قول لي انت ثانك يو كيو قول لي كيو ولا ابداعات 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 باهي اش بيك قالت؟ باهي الاخرين يولد فهمتي مرقازه مرقزه هكا مرقزه فوالا فوالا تحيه المرقزه والزازاره اللي تفرجوا فيها نسلموا عليهم ذاكر الساده المشاهدين
اللي ان شاء الله تقد امورك في الانجلي تمشي تقايد في اي بلاصه تقرا انجلي ب 20 مليون تنجم تربحهم. طبعا زيد يضحك عليهم هو اتعس منهم 800 وحدش زيد امورك في الانجلي تعب و من 10 تزيد من 10 حتى 20 بالانجلي. انا تعب في الانجلي لا من 10 20 امشي انت من قبل من 10 20 ليه زيد امشي انت من 10 20 بالانجلي فيش لا 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 مش نفس لا 10 كيفيه 10 تي تي ني هم بعض 11 ها 12 لا ما عادش تقول له ما عادش تقول له ليه 12 كله اشترك انا بقول الانجلي احنا تضحك عليه بعده هاي 12 13 بعد 12 شو عمل؟ 30 لا اسكت ما عادش تكلم 1 2 3 4 5 لا لا من 10 من 10 هذاك 11 20 13 14 15 16 11 20 11 مي جاي تفضل مين تحب نبدا باش خليك من بعد هاي قاتي من 10 وانت ماشي 1 2 3 لا لا بعد 10 من 10 من 10 10 12 11 14 ها هيك كمان هيك هو صعب يعني باي مي جاي اي 15 مين تحب تبدا هاي من 11 هاي 11 باي 11 لا والله لا جاست مومنت 10 11 12 13 14 15 15 15 غلط سي بون سي بون غلط 15 غلط ما هو في الانجلي خاطر يوسف اي هيش هاي هيش من 10 انت ماشي راسي يوجع انا راسي يوجع لا اني رابعه سي بون جاوب به غير ما لا لا ليتيرير باك ليتر جاوب راسي يوجع 1 2 3 4 5 قواعد السبب الخمسة يس ما شاء الله لا انا بارتونت بارتونت مين راي قرات في بوسطن هكا لا لا قريت في لندرا في لندرا في لندن لا لا في كاس بزنس سكول في لندرا هذاك في امريكا ما تغير تسوى بالانجليزي باش تخدم على اللي يا عتبي مع شكون؟ والله اسمع ما سمعتش والله سي جيني دوارا نو سي وين ما بقولش يا خان ده سي اعلى للناس اللي بتفرج هاي ما تحكوش مع بعضكم ما نرجعوش للفوضى الاولاد دونك جاتي انت بحذنا اليوم اما الانترفيو نتاعك الانترفيو نتاعك سبيسيال في حوار لحظه لحظه بلاي ميغال الانترفيو نتاعك يا جاتي سبيسيال من الانترفيو نتاعك بالبوكس انترفيو بوكس تو سويت مع جاتي تلبس الجواندويت تو سويت انترفيو بوكس دونك انترفيو بوكس صديقي لابس حاضر اش اخترنا لك بوكس خاطرك بوكسير لاباس هكا ولا وفرق جمعية ترى كنت قبل مع الملك ماسينا نترين مع المنتخب الوطني التونسي للملاكمه دونك بوكسور السيد دونك كل مره باش نعطيك شقول لك رابور اما ساعه قبل خمس ساعات جو كل مره باش نحط لك رابور على كثره محبتك ليه ولا اعجابك بيه ولا تسمعه وقتها تضرب كي ما يعجبكش راك ما تضربش دونك بالمقلوب مش اللحظه العبد اللي تحبه هو اللي تضربه وتضرب عليه هذاك عليه دونك خليه يعمل الشوفمون ساعه لاولاد خليه يعمل دقيقه الشوفمون على راحتك هاي بس اعطينا ضربات صحاح ضربات صحاح ضربات باهين تاع بوكسور خلينا نشوف بوكسور بوكسور اي بوكسور وفي الشوفمون الشخصيه الاولانيه هي جان جون كان تحبوا تضرب كان ما تحبوش ما تضربش ضربات خفيف هذوما ضربات خفيف علاش؟ كهاو شنو ما تحبوش برشا تاعك هنا اه لا مش تاعك انا بعدها مش حبوش لا انا مش ندخل كوما باهي سافاك تصوير اللي بعدها شوف معايا شكون وقول لسك سوكي سوكي تحبها ولا ما فهمتش ما فهمتش يجي خلق الكاميرا من ما فهمتش تحبها برشا معناتها ولا تحبها بالسياسه تسكل تحبها برشا اخي لا تسكل انا لا ما نعرفهاش معناتها حسيت لا تعجبني نحبها في الموسيقى انا يعني مش في الحاجات حتى تحبها في الدنيا وليدي عندك الحق اللي بعده ارماستا كهو باش بيه عامل دوينه معاك ارماستا ولا ليه ما حد جايد يعني شنو حد عجيب ماهوش كيسوكي ماكش معاه برشا ارماستا ما
ماذا حسيت سوكي؟ ماذا حسيت سوكي إيجي بعد إيجي؟ ماذا حسيتك سوكي ضربت أكثر من أرمست عليش؟ أعجب فني. أعجب فني. وأنا بلاستك نظرة في سوكي ما ضربش في أرمست. كيف كنتي؟ بيه؟ اللي بعده. تعال شوف تصويرة. اللي بعده ما جاء في الجسم. سمارة. بيه سافا. حنين. حنين حنين. سافا. بيه. صحابتي سمارة ولد حومة. صور ونخرجوا سمارة. تضرب فيها في البلدية. تضرب فيها في البلدية. بي اسمعني. سمارة صحاب انت وين تصور؟ ايه يجب تبيع اصحاب. بي ولد حومة في منزل بورقيبة الزوز تقابلوا ولا؟ مش برش. شجعك ولا؟ بتبيع. ايه نشجع بعضنا الاسم. بي شوفوا شخصية اللي بعد رابر اللي بعده شكون؟ قول الاسم. علي. علي. علاش فما ايش اخويا دو دور بحذاك انا مقايلين اليوم ما انا ما نعمله اليوم شبيه عليه حط زياده المكتب انت قلت لي اعجيب ليش يعني اعجيب يعني مش في الدنيا الموضوع يعني في شو معناتها حس ما فهمت فانو علي ما عندكش معاه برشا والله اي مانيش صحاب تسمع ولا لا علي مش برشا لا ماكش متاثر بعليه مانيش فان لا لا ماكش فان بعليه وما تسمعوش برشا لا خويا انت حر باه اللي بعده مع جعفر القيثمي كنا رتليف شكون؟ كاسو كاسو باه باه سافا كاسو معناتها وطلع قدام عملت شوكي بركا سافا اي غايس اللي بعده ترى شوفوا الاخرين شكون؟ الوحيد الوحيد اللي ضرب بالرسمي فيه بقلب هو كافون هاكا ولا ايه اصحاب انا كافون وخيان مرجلين وخيان ومرجلين على الاخر باه خلينا اخويك الجوندوتي نرجع وفات الجون تاع البوكس حب تصفيقه على صديق اليوم مرحبا اهلا وسهلا بكم في اغبى ميكانيسيانات وسائق السيارات في العالم في المرتبه الخامسه حاول النوري فرانكو القيام بعمليه فيدونج فجاه تذكر صغره وانه لم يطير وحشه من شطحه التكتونيك وعندما عاد الى تاريخه المسود وبالماريس حاول ان يحير اسمه فتخمر وبدأ يشطح كأنه مغروم جديد شد شد النور يتخمر شد شد فرانكو ستايل شد شد يحصل على يمات شمس الدين باشا شطحة النور تكتونيك اتباعد عليك البلاك يجيك في المرتبة الرابعة أحمد العجال حب يبدل الساعة بساعة ويمشكي أفكار ويرتب مقبل ما يجي حريف فجأة دخلت فيه سوزو مقلمة شوشت له أفكار وطيحته في زيتا الحكم هشام قيراط يعلن عن ضربة جزاء لا غبار عليها في المرتبة الثالثة حمى شيكا شيكا بصدد القيام بعملية ريفيزيون للموتور موتور سيارة متاع عمرها كبيرة ماشي 120 ألف كهو فجأة ذكر أن هذا اليوم هو يوم عيد ميلاده والناس الكل طفاوة وحب يحتفل وحده محلاها محلاها ما قعدتش في قلبه عمل عيد ميلاده 27 28 29 30 انفخ يا حمى أشمع بسم الله عليك برجك بالمرمى كل عام وانت حي بخير يا حمى في المرتبة الثانية حاولت تجاني باتانات تنظيف إشابمو السيارة فجأة تذكر أنه حب يعمل رولو كينج فقام بتغيير منظره الخارجي كي تبدأ بالميكانيك مدود وجهك يخرج مسود ملود في المرتبة الأولى المونجير باك حب يجبد سلعة جديدة سلعة كلخة مدهل صاحبه مازال كيجا من ميلانو سلعة بحر حذري المونجي تخمر حذري المونجي قلع حذري المونجي ما عندوش مع القنب الهندي حذري المونجي هبل كيما تلقاش راس الفتلة رد بالك تكثر من الزطلة تصفيقة أخيرة برشا على سليم الحريسي عندي أنفاب اللي صغرونا ذا يعطي الصحة برسمي سليم ان جون بروميتور على الاخر نحب تصفيقك كبيره برشا على سلايم ميرسي سلومه بارك الله عليك يعطيك الصحه باه
قبيله شويه الجيم تاع بوكس راهو مش هكاك اللي كنت تلعب بوكس اول مره ترى ماكينه هكاك هكا ولا معناتها الماكينه هذه مش موجوده موجوده في تونس بلاصه بركه باش تلقاوها هكا هاو اسمها بوكس بايك الكونسيبت بوكس بايك بور لي نول اش معناتها معناتها بين بايك اللي هي بسكليت وبوكسين بوكس مع ديزانترفال تاع بوكسينغ بالنوامر كما كنت تشوف ومن بعد ترجع تعمل بسكليت دونك هذا ينجم يضعف على الاخر حتى كان مش مغرومين برشا بالبوكس دونك الكونسيبت هذا جديد و100% تونسي هذا راه موجود في البودي تيك لاك 2 والمنزل 5 وفي سهلول في سوسة دونك يعطي الصحة وتصفيق على أنور عياد ميرسي أنور يعطيك الصحة يا أنور بارك الله فيك باه صديقي قاتي اللي دول أنت بتاع أقرب فان أقرب رابور ليك شكون؟ وين في تونس ولا أي في تونس شنو هي كأصحاب ولا أي دول؟ اللي يعجبك بلتي بلتي في الموسيقى تشيخ عليه بلتي وقت الواحد أصحاب أنت وياه في الدنيا في لي رابور برشا أصحابي سامفور سامارات تشيكي كافون به طموحاتك شنو انت بالضبط دخلت للدومين هذا معناتها تحب تولي رابور رابور ولا كيما سول كينغ مثلا تاخذ ستيل هذا ما فهمك ساعه مانيش ساعه مانيش رابور مانيش عم في راب خلط يعني بوبر ام بي وورد ميوزك معناتها جاستن بيبر نتاع تونس كل مره نزيدك حاجه جاستن بيبر سول كينغ شيخ صح هي هكا معناتها ماشي في الستيل هذا اللي هو بوب الاكثريه كافون بوب ام بي وورلد ميوزك كل شيء فهمني انا قاعدتي فرحان برشا اللي جيت بحضر معاش كافون و بريمير توندونس الجمعه اللي فاتت غنيتك كيف اللي غنيتك حاجه رائعه على الاخر وغنيتك الكل في الملايين صاحبي تبارك الله عليك ربي يوفقك وفرحان بيك برشا على الاخر ونشوف فيك صغري خويا عايش كافون باهي عنده سينجل مازال كيخرج عنده جمعه في بالي معناتها مشي مليح ما تدري الجمعة قداش من فيو ديجا عملها 900000 قداه 900000 900000 في الجمعة برافو ما برافو باه شانيل اليوتيوب نتاعك اللي قاعدين يتفرجوا فينا يحبوا يدخلوا يعملوا طل جاتي جاتي كا جي ا تي كا ما ماخذها حد قبله جاتي سي بيان جاتي سال على خير جي ا تي ادخلوا تفرجوا في كليبات وعملوا عليه جو شويه اخر باش تغني لنا حاجه جينيريك فان شنو باش تغني لنا بابا قول قول بلاك كتا فما جديد باش تصبر عليا قالك خليها هي انت بوك صبر عليك حياته كامله اسمع سيدي الكبير يعرفوا الاغاني نتاعو حافظينهم وانا مازلت ما نعرف احلام حافظتها ولا بلاتي راح احلام غني هنا ترك الميكرو ما عندي صوت ما عندي صوت لا لا بيان سور عندي عندي صوت والله والله صوت هذاك قالت لك حاجه تغنيها ولا خلي تغنيها بعد نحفظ لا لا خلي خلي عليها تغني انا قول لي كلمات غير جوست ريفران صغير خاطر باش خلي هناك جوست اصبر عليا مشاكل وتو يتفضوا ناويين يغوروا عليا كلاب وملي ديني عالف حممت لي قلبي حممت لي قلبي تو سويت الموعد الاسبوعي مع امينة ستا جودي نيوز اليوم الخميس 27 فيفري 2020 البارح الاربعاء دونك 26 فيفري 2020 ودعنا حكومة السيد يوسف الشاهد حكومة 1277 يوم أكثر حكومة حطمت الرقم القياسي من الثورة لليوم نذكركم اللي سيد يوسف الشاهد شد الحكومة إلى أتي نومي شيف دو غوفرنمون نهار 29 أوت 2016 به واستقبلنا ان شاء الله نكونوا استقبلنا الحقيقه خاطر هو مو البارح اي مازلنا على كي تصوروا ما جلسه من حقيقه ان شاء الله باش نستقبلوا حكومه السيد الياس الفخفاخ اللي هي ديجا عملت ريكور على الدخله 103 يوم من التشكيل من 15 نوفمبر عام ناول 2019 حكومة تعلمنا معها وقرينا بها وحفظنا بها الدستور والحقيقة الحكومة هذه متوسمين فيها برشا خير ومتمنولها باسم فريق جوديتو كل النجاح والتوفيق ولكن احنا تربينا اللي ما نودعوا إلا ما نشكروا الناس على اجتهاداتهم كان أصابوا ولا لم يصيبوا فمن اجتهد وأصاب له أجران اجتهد وأصاب أجران ومن اجتهد ولم يصب له أجر واحد وفيك أنا ديما نغزر كان للكاس نص الكاس المعبي دونك خولة كانت تحب تجم تورينا اللي الحكومة هذه حقت نجاح الدينار رجعت فيه شوية روح وتنحنف شوية لا هي البيت كاس بيعتها كورونا ودنيا كل راجل ما فهمش لا في جودي نيوز راهو هي تعمل ديتو كافون بادجو خاطر مارك سامح اخويا البلاد هاني
1 euro في جوان كان 3.5 دينار وتوا ولا برسك 3 دينار ان شاء الله يكمل يتنفنف. عجز الميزانيه كيف كيف خوله تحسن في 2016 كان 5.5 مليار دينار وتوا في لي بريفيزيون تاع الواد فينانس 2020 3.47 مليار دينار وكيف كيف الحرقه تبدلت ولات من ايطاليا لتونس. الخبر الثاني ما ضحكتكمش الحكايه هذا دار تاع ليزانتيلو امون نخدم كلام مرضتوش بالكورونا ودرشني ولاو هاربين سبعه ليه على ما ضحكوا معش سمحوا يلطخوا في روسهم في القاعه بالضحك. الاخبار الثاني نراه في دعوات على مواقع السوشيال ميديا الكل باللي اقامه صلاه الاستسقاء كيف كيف السناد متخوفه لتولي السبيله كيف كيف وانا اللي بون ديكوراتيف في الدار وتولي تحل السبيله ما يخرج حتى تولي خرب يا خويا صليت الاستسقاء اول مره الاخبار تضحكني كيما هذي سايبها خلي تكمل يا مقال صليت الاستسقاء حاجه باهيه وشبيبه ياسر كما يقول السيد نبيل القروي اما الشبيبه اكثر هي كانت الهوا باللي باغاج نتاعنا كانت بشويه خوله كانت الهوا باللي باغاج نتاعنا وكان نلقاو وين نروجوا الصبا نتاعنا على خاطر ندعي ونصليوا ليل ونهار باش تصب الشتاء ومن بعد نرميوا الصبا نتاعنا كيما رمينا الزيتون كيما رمينا الزيت والحليب والقمح والغله هذا لا قال به لا ربي ولا الرايه ولا العقل ولا قل. واخيرا حكينا على صنع الاشاعات حكينا على تغربي الكلام ان شاء الله زياد يكون تعلم شويه اليوم باش نحكيوا على حكايه هو عاقل مسكين على حكايه اسهل منهم الكل اللي هي بزيرو ايفور تتعمل هو الصمت. شنو الصمت بالفرنسي زيد؟ انت مش صمتنا انت نحكيو على لو سيلونس نحكيو على شنو باللونجلي لو سيلونس؟ سايلنس سايلنس يا بي كوايت ليش ما تتبخ انت تو؟ بالله ما تقص عليا في النكت بليز دونك لو سيلونس الصمت عنده برشا معاني اون فيت الصمت وقت الفوز هو ثقه وقت الغضب هو قوه الصمت وقت العمل ابداع ووقت الاساءه حكمه الصمت وقت السخريه ترفع وقت الاستفزاز وقت الاستفزاز انتصار الصمت وقت نصيحة الناس ليك أدب والصمت وقت الاحتياج عزة نفس وأخيرا الصمت وقت الحزن والألم إيمان بربي دونك نقول ننصحكم اللي فريمون كان كلامك صمتكم غير من الكلام ننصحكم كان صمتكم كما توا زياد صمتكم خير من كلامكم ما تتكلموش وكما قال عمر بن الخطاب عمري ما ندمت على كلام ما قلتوش وندمت على برشا كلام قلتوش ميرسي بوكو باي جوست زيدك حاجة مونة ما زلت صمت في مرة الصمت وقت الجوع زيدة اي لا الصمت وقت الجوع مقرونة وقتها اسمك مقرونة واسمك تتحش باي حب تصفيقك من برشا على جاتي ميرسي جاتي يعطيك الصحة جاتي باي كلمة الأخرى شنو تحب تقول باي نشكر كافو على الانفيتاسيون خويا راك خدمتك جابتك وخايل غالي تبارك الله عليك ونحبك برشا ان شاء الله ديما متفوق مرحبا بك في كل وحده عليكم الناس الكل جميع الكل محليكم جاتي يا معلم عايش وزيد هكا سامحني بلي عندي صحابي ان شاء الله ربي يخلصوا حالهم كل بلاك وفر والجيام هكا نوجه تحية صحابي ودارنا اي انا نحب يسج منك انت للصغار زاد اللي قاعدين يتفرجوا ترى انت رابور جون وطالع وناجح وكل تبارك الله على ولدي معناتها بصراحة كي تعرفوا حاجة في حبس وكل ماك تعرف زاد ليه ما نجمش نلقى معناتها الخلطة وندر هذا كل نعرف الخلطة وما تبع وكل سي بون أما واحد يضيع كاريره معناتها بصراحة ويضيع معناتها مستقبله على جرة جونتا ولا على جرة حاجة كيفك بصراحة معناتها أنا نصيحة وبريتون بعد كليات حر في روح معناتها نصيحة ما نحب عيب حرام الراس صغير معناتها مستقبله مشي هيك حرام على جرة سيجار معناتها كان حاجة باش تهزك للهاوية أخطأك منها وكهو هاو معاك كافون متهنين عليه هنا والله بالرسمي مادام ريتو معاك كافون عفوا دايت باش في تنسك برافو كافون برافو جاتي أي ميكا سيخ على وسيم ميقالو تحية لكم الكل تحية لكم الكل تحية للجمهور اللي كان اليوم الله مصلي على النبي حاضر تحية لمحرز الفريق جواج المحشيشة في صفاقس اللي قبل ما يجي ليميسيون دمدمني بالماكل اللهم صل على النبي جواج مصفاقس هكا بتعرفوش جواج محشيشة صفاقس انت مالها شنو اسكت عاد قاعد قد شعرك عاد من قبيلة هذا اسكت مالها اسكت عاد هذا التراسيل اللي بعد نظف فيه بالقوز وتحية للبيوتة بنتي وكا ان شاء الله ربي يفضلها لك ان شاء الله يا ربي احلام لفكيه
دونك تحيه لمنال على الميكاب الحلو، شكيب على شعري، بوك بوتي توت ليكيب، وبالكون على الشميز الحلو. زياد المكي. تحية للمنشر أنا اللي لبسني. تحية جوزيف كواف لاكدو، وربي يفضلكم، وقاتي محليك ساحبي، وربي يبقى عليك الستر. هاجر إدريس. تحية لندورة بوغ لو ميكاب، وقول له سامحني مرشنا. رابعة صيفي. تحية لندودة أختي على الفيست اللي شريتها لي من فريب بنزرت، فريب بسام وحمزة، ميرسي بوكو. فري البحري بوغ لو ميكاب، وبيوتي باي هاند بوغ لاكوافور. أحمد كافو. نشكر مريم جميل، نشكر مريم جميل على المرايات، مدينة أوبتيك، مدينة جديدة، نحبكم برشا حومتي ودارنا. وانتم الكل وسلم برشا على بشير وعلى سامي وعلى سمير لوسيف، ربي يخلص وحده. امين امين استا. نحب نقول ميرسي بابات امينه واصحاب نحب نقول اكويا وميزون دي كوكيت ميرسي بوكو، ونحب نقول جويت انيفيرسير لبنت جمال ياسمين لا فيتي سي 5 ans. وبابا توي ما فيرتي، نبوسك برشا وسلم على اصحابك. ميرسي تحية كبيرة برشا على سامي لو فيزاجيست، يعطي الصحة. ميرسي بودي تيك ستوديو باي أنور عياد، يعطي الصحة. دونك بارك الله فيكم الناس الكل. حاب تصفيقة على عزيز. ميرسي الحمام ياسمين اللي صور فيه كليب، دونك يعطيهم الصحة جماعة كل، بارك الله فيهم. ميرسي بوكو. خليكم مع الأخ جاتي توت سويت، سينجل كملوا بيه. نتقابلوا إن شاء الله بإذن الله الجمعة الجاية في القرعة نتاع 20 مليون كاش. تابل اس ام اس على 85 811، تربحوا 20 مليون الاسبوع القادم. نتكم زينه، باي باي، تشاو. بختفهم باش نرفضو، ما تحطش روحك في بلاصتي خاطر كل واحد وحظو. بابا جوست اصبر علي، مشاكل نبدا ويتفضو، ناويين يغوروا علي، تلاقو من الدين يحظو، والدين غاليين علينا شكون. بختفهم باش نرفضو، ما تحطش روحك في بلاصتي خاطر كل واحد وحظو. بيتك بعيدة بيتك بعيدة، انتي يا بيتا لازمك وليدة، الناس اللي تلاحظ وتقود السيدة. بيتك بعيدة وانتي نسيت، سيبو فينا ماريك كاري مش من كاريك، انتو ملفون بالحريك وكيما ديما بالريك، ولا منكم دايرين بلدينا صاحين، جينا عطينا وفاكين باللي كاتب راكين، تلاقو يدي عارفين انتو مغيري نسيت. ميناك ميناك بينا وين باللي المخ ما عادش فيه، زينا وجوع زينا وين، انتو مالي ما تراوش فيه، زينا ان شاء الله زينا وين، عارف بيكم بيكم بيه. بابا جوست اصبر علي، مشاكل نبقى ويتفضلو، ناويين يغوروا علي، كلابو من الدين يعظو، والدين غاليين علينا شكون بخلافهم باش نرفضو. لا تحطش روحك في بلاصتي خاطر كل واحد وحظو. بابا جوست اصبر علي، مشاكل نبدا ويتفضلو، ناويين يغوروا علي، كلابو من الدين يعظو، والدين غاليين علينا شكون بخلافهم باش نرفضو. ما تحطش روحك في بلاصتي خاطر كل واحد وحظو. تعمل امم على هذاك اش مازال، لا بعث ميساج ولا نعمل ابيل، انتي اللي دويلت ومش حاطك في البال، انتي اللي خمج وعملت بوبيل، مين حارب اش نشهد مين قتل، اش نتشرد لك في بلاصه قدام. تعمل امم على هذاك اش مازال، هذاك اش مازال، هذاك اش مازال، تعمل امم على هذاك اش مازال، هذاك اش مازال، هذاك اش مازال. فلوسك وفات وحكيتك وفات، يدك وفات وحياتها اللي بدات. تعيشوا عطايا في بلاد الدمار، انتي لولايا ولي عندك فنار، مش لازم عليا باش ننسى اللي صار، ما تضحكيش عليا وكرفي سكار. بيناك بيناك بينا وين، للي المخ ما عادش فيه، زينا ان شاء الله زينا وين، انتوما اللي ما تراوش فيه. بابا جوز تصبر علي، مشاكل نوطا ويتفضلو، ناويين يغور علي، كلابو من اللي دين يعظو، والدين غاليين علينا شكون بخلافهم باش نرفضو. ما تحطش روحك في بلاصتي خاطر كل واحد وحظو. بابا جوز تصبر علي، مشاكل نوطا ويتفضلو، ناويين يغور علي، كلابو من اللي دين يعظو، والدين غاليين علينا شكون بخلافهم باش نرفضو. ما